حفل الفنانة ميرام فارس على مسرح ساحة اليوبيل في إكسبو 2020 دبي. خلال الحفل توقفت ميرام عن الغناء وطلبت من فرقتها الموسيقية أن يدق لها على الطبلة لترقص قائلة على بالي أرقص دقولي، كما دقت بنفسها على الطبلة مع فرقتها الموسيقية وسط التفاعل كبير من الحضور. حماس كبير لهذا الحفل الذي أقدمه بوجودكم في إكسبو 2020 دبي، أنا سعيدة بكم وسعيدة بتواجدكم. تعرضت الفنانة اللبنانية لانتقادات واسعة بعد طرحها فيديوهات من أحدث أغانيها للترويج لها، كشف أنها ترتدي ملابس من التراث الأمازيغي. عبر البعض ما ترتديه ميرام فارس لا يمثل اللباس الأمازيغي بصلة، وهو ما هو إلا التشويه للثقافة الأمازيغية. ميرام فارس تشعل برأسها أجواء حفل إكسبو 2020 في دبي.